التعلق المرضي هو واحد الشعور مبالغ فيه بالتعلق بالأشخاص المهمين في حياتنا أو لبشي شريك اللي عنده علاقة مع العاطفة ديالنا. حتى لهنا كاين حل ويمكن لهذا الإنسان أنه يبرم من هادشي كله ويتجاوزه، ولكن سمعوني مزيان، باش أنك تتعلق بشخص بتحت ما يسمى باللي راه تنبغيه وهو شريك بفلوسه بالماديات ديالو حيتاش عارف نقطة الضعف ديالك وباللي أنك عطشان من هاد الناحية وكيستغلك كيف ما بغى. الكارثة العظمى هو أنك أنت على ذمة شخص واحد آخر. شوفوا، خليكم تسمعوا معايا كارثة الليلة اللي تحطوا فيها معظم الفتيات نفوسهم وكيمشيوا الضحية ديالها الرجال. باش نكون معكم صريحة، ما تمشيو فين وبقوا معايا متابعين حلقة الليلة باش تستافدوا، وأيضا تشاركوا في أنكم تخليوا التعليق ديالكم لصاحبة الحكاية. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي اللي كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، واموركم هي داك الشيء جديد على القناه نقول مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الدار دارك، المؤنسه ديالكم اينما كنتم عادت اليكم من جديد. اول حاجه غادي نقول قبل ما نبداو في حلقه الليله هو انكم غادي تسمحوا لي بزاف في بعض التفاصيل اللي غادي نتكلم فيها بفمي لكن باسلوب صاحبه الحكايه اللي ضروري خاصني نخليها حيتاش للاسف هي حقائق ما كتخباش وما يمكنش ندرقوها، وحيت ايضا الهدف من هذه القناه هي التوعيه والاستفاده من العبر والاخطاء ديال الغير. ما تنحكيش وما تنشاركوش اخطاء الاخرين حيت هما مفتخرين بهم، لا، حيت لو كان كان كذلك فما كانوش غادي يتخباو من وراء اسماء مستعاره، ولكن حنا هنا للتوضيح واللي سمع شي حكايه يخرج هو مستفد. فخلي ما تعطيش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. انا زينب، عندي زوج خوتي، كبرت وسط عائلة اللي في صغرنا كنا مقصحين بزاف ماديا لدرجة انه ما كناش ناكلو بحال الناس، اذا تعشينا ما غاديش نفطرو واذا فطرنا كنعرفو بلي اننا ما غاديش نتعشاو. الفطور ديالنا بعد المرات او بعد السيمانات ولا حتى شهورة تيكون غير الخبز حافي واتاي. كانت عندي صعوبة باش انني نقرا حيت كانوا كيتنمروا عليا الدراري، ما كنتش كنقدر نمشي نقرا حيتاش ما كانش عندي الحوايج باش نمشي اللي غادي نلبس ونقرا بهم. فاش كنت عندي 11 سنه درت الفولار ديالي، تخيلوا معايا شال واحد كان عندي شريته واحد المره من البال، اقسم بالله اذا دوزت به العام كامل، وكاع الذكريات اللي عندي كانوا عندي مع داك الشان. كنا مقصحين بزاف، بابا ما خدامش عنده الحرفه ولكن ديك الخدمه كانت ديال الفشوش، اذا ما كانش شي ثمن ما يخدمش، ماما خدامه كتقد المسمن وكتبيعو ولكن داكشي اللي كتجيب ما كانش كافي. داكشي اللي كانت كتشد يلاه كتكافى مع البوطه والطحين وتكسينا من عيد صغير لعيد صغير. كنا على طول العام كنتسناو مره واحده وهو عيد صغير باش نتكساو فيه، ما كنا كنشريو والو لا في عطل ولا حتى في الدخول المدرسي. الطفوله ديالي دازت قاسحه، مازال عاقله في دماغي على اي حاجه دازت في صغري. كنت كنتسنى العطله فوقاش تجي باش نمشيو عند واحد خالتي راجلها موظف اللي كنت كنشوف عندها الحليب والفرماج اللي كان بالنسبه لينا شي حاجه ليا واو، لكن هاد خالتي كانت كتستغل هاد النقطه اللي عندنا وغير حنا كنمشيو عندها كانت كتجبد الدارها كامله. تخيلوا معايا في سن 11 12 سنه كتجبد الدار كلها باش نخملوها عليها. واخا هكاك ديك الحلاوه نتاع ناكلو نتغداو باللحم والدجاج كانت كتنسينا في داك الشقه. كملت حياتي بحال هكا حتى وصلت خصي لسن 18 سنه، خدمت واحد الخدمه اللي كانت على قد الحال، بدينا كنتكساو شويه، ماما حتى هي كانت كتكسى، اختي ما كانش كتكسي راسها نهائيا باش تقدر تعاون الام ديالي بدوك الفلوس. بالنسبه لقرايتي ما كنتش كنقرا مزيان حيتاش كان تنمر، وفاش كنت كنمشي كنت تنفكر بزاف، تنبقى كنقول غير راه ما عندنا ما ناكلو باش غادي نعيشو، ماما فيها الجوع انا كذلك. بعد المرات ما كنفطرش وما كنتغداش وما كنقدرش نشري حتى الكتوبه. الدفتر اذا سال عليا بصعوبه باش كنشريه، عقلي كان سارح غير مع الدار ومشاكل ديال الفقر. الغلط اللي درت هو انني هذا الامر ما شجعنيش باش انني نقرا، ولكن رجعني اللور ما كنتش نقرا، كنت كندوبل وكنعاود لا انا ولا خوتي. فاش كانت عندي 17 سنه واحد النهار كنت جالسه شاده واحد التليفون اللي كنت مشاركه فيه انا واختي الكبيره، غادي صيفط لي واحد الدري انا ذاك السلام لاباس، جاوبته بدينا كنهضروا، هو ظريف وولد مدينتي وقريب بزاف لدارنا ولكن خدام بعيد على مدينتنا. انا فاش شفتو موظف طمعت طمعت وهضرت معاه، بقوة النقص اللي كان عندي بزاف من الناحية المادية لقيته هو اللي غادي يعيشني بخير. تعرفت عليه دازت واحد 15 يوم وبدا كيهضر معايا وقال لي راكي دخلتي لخاطري واش نكونوا في علاقة. تخيلوا معايا بلي انه ما كانش عندي مشكل مع انني عمري ما درت شي علاقة ولا تعرفت على شي واحد في مواقع التواصل، كنت داخلة سوق راسي. بالنسبة ليا كان هو اول واحد غادي ندير معاه علاقة واول واحد غادي نوي معاه مكالمة في التليفون. كملت معاه الهضره
دوزنا الشهر الاول الثاني. سيد ظريف محترم ما تيخسر معايا هضره، عطاني الوقت وكنهضروا بالسواه. فاش جا لي التليفون بديت كنهضر معاه دائما، وهو خدام وهو تيطيب وهو تياكل كان تيهضر معايا. ما يمكنش يسد الفيسبوك ديالو ولا الواتساب وانا ما نسدش من موراه. كنا متعلقين مع بعضنا، كان عندي هو بوحدو، حتى من عائلتي كنت بعدا منهم وما كانوش عندي الصحابات. يعني هو كان عندي كل شيء في ديك الوقيتة. من بعد عام كتب لنا نتلاقاو في شهر 4، وهنا كان اول لقاء، اول مره نخرج مع شي دري واول مره نتلاقى به. غادي نلبس واحد اللبسه زوينه اللي كانت عندي مميزه، خرجت معاه اداني القهوه. اول مره في حياتي غندخل شي قهوه ولا غادي ناكل شي حاجه على برا. داني وكلني شبعت وتصلى فيا، رجعت في حالي للدار، ومن هنا زدت تعلقت به بزاف، وبحال بنيت في التخيل ديالي حياتي معاه. صافي حطيت في بالي بلي انني تزوجت به وولدت معاه. في عام واحد تلاقينا زوج ديال المرات، كملنا مع بعضنا 3 سنين، تنهضروا مع بعضنا اكثر، وتنطلع لواحد القنت في السطاح وكنبدا كندوي معاه بالسوايع والايام. تقربنا لواحد الدرجه ما كتستوعبش، كنت نبغي واحد الحب اللي كان خيالي. انا صافي اصلا خرجت من المدرسه، ما عنديش علاش نقرا، غادي نتزوج بواحد خدام ونولي ناكل ونشرب وانا بخير. صافي هادشي اللي كنت باغا. بقيت جالسه في الدار، هو غادي يجي عطله للمدينه فين كنسكنوا. خرجنا وفي هاد الخرجه بدا كيتقرب مني. انا جاتني في شكل حيت عمرني ما تسنيتها منه، تنقول بلي انه السيد محترم ماشي مشكل، كلشي تيدوز، انا دابا عندي 18 عام وهادشي راه عادي. تقرب مني وما قلت ليه والو، مادام تنبغيه وحتى هو فاي حاجه بغاها عادي ومن حقه. طلب مني باش انني نمشي معاه للدار، ورا بهاد الطريقه غادي نزيد نبغيو بعضياتنا اكثر. في الاول ما بغيتش، دازت واحد 3 ايام ونقص معايا الهضره، وقال لي بما انك حرمتيني منك وانا كراجل فما نقدرش نصبر. ملي شفتو قال لي بحال هكاك صدمت على قلبي وكرامتي وعلى شرفي وكل شيء، ومشيت معاه للدار. كرا واحد الدار لزوج ديال السوايع، دخلنا ليها وجلسنا. المره الاولى ما تجرأتش وتراجعت، وتقرب مني وبدا كيقنعني وقال لي ما تخافيش، وبدا تيهضر وبان لي راسي بلي انني كنبغيه. قلت صافي اش غادي يوقع كاع، تجرأت وطرات امور ما كانش خاصها تدار، وانا مازال تحت ما يسمى محتفظه بشرفي. المهم سالينا خرجنا درنا وكلني، وحنا في قمه الفرح ديالنا، وبالاحرى انا في قمه الفرح ديالي. دخلت للدار واكيد اكيد ضميري اني، ولكن كنت نقول ماشي مشكل، راه من غادي نتزوج به غادي نطلب السماحه من الله وصافي، هو اصلا غادي يكون راجلي والنهايه هي كل شيء. كملت حياتي معاه عادي، ومشيت معاه المره الاولى وتبعتها المره الثانيه، تبعتها المره الثالثه والرابعه، وعدد طويل ديال المرات حتى سال عليه الكونجي ديالو ومشى بحالته. انا من بعد لقيت بلي انه اختي مقاتله خدامه غير بوحدها، غادي نمشي نخرج حتى انا ونخدم نعاونها. شفت السيده اللي خدامه معاها ماما ورغبتها ودخلتني نخدم في واحد لوزين، وانا تنخدم فيه كان واحد السيد شافني وانا خارجه من الخدمه تبعني، ولا عاوتاني تبعني مره اخرى، وانا كنت محترمه راسي وبالفولار ديالي، ورغم داك الشيء اللي كنت ندير خايب كنت محترمه راسي، وتنقول داك السيد اللي هو توفيق، غادي نسميه توفيق باش ما تلفوش لانه يجو بزاف ديال الناس، يعني كان في راسي بلي انه داك السيد توفيق راجلي، ما يمكنش نخونه ولا ندير شي غلط ولا نقبل بشي حد من بعده. هذاك السيد تبعني المره الاولى والمره الثانيه. واحد النهار كنت قريبة من البلاصة اللي كانوا ساكنين فيها ولاد عائلتي، وخفت لأنهم يشوفوني ويسحب لهم بلي أنا معاه، وقفت وقلت له عافاك أخويا واش كتعرفني، أنا عجبتيني وبغيت المعقول. اللي تينول بمعقول ما كيوقفش بنات الناس في الزنقة. عند بالي إذا قلت له هاد الجملة ولا الكلام غادي نقصحه ويعطيني اتساع. مشيت في حالي وما بقيتش درت من مورايا. دخلت للدار دازت واحد شوية ديال الوقت كنسمع الدقان، طلا اللي طليت غادي يبان ليا هو داك اللي وقفني. كتهوني ماما شكون؟ ما عرفش. اش ما عرفتيش؟ خرجت وغادي تلقاه، قال لي شنو كاين. ماما ما قدتهاش الفرحه مسكينه، بنتي غادي تزوج وجاوها الخطاب والسيد نقيقي. قالت لي صافي يا ولدي غادي نقولها لمول الدار، وانت دوي مع داركم، وقت ما بغيتي تجي وتهضر معها مرحبا والف مرحبا. جا نهار حد لدارنا ودرنا الخطوبه وكل شيء. هضرت مع توفيق اللي انا معاه بعلاقه، وقال لي شوفي زينب غادي تقولي ليه داكشي اللي بيناتنا. فعلا مول الخطوبه كان جا عندي الخدمه وقف عليا، وانا قلت له اسمع فلان راه انا تنبغي واحد السيد وعمرني ما غادي نكون مرتاحه معاك، من الاحسن اننا نخليو بعضياتنا. قال لي واخا. رجعت للدار وقلت لماما راه فلان خسر معايا الهضره ودابا ما غادي نديرو حتى شي حاجه، ما نقدرش نقولها بطبيعه الحال بلي انني كنبغي واحد اخر. قالت لي صافي من الخير. من بعد ما دازت اشهر شاف داك الخليل ديالي اللي هو توفيق بلي انني بديت كنعطي العين وبلي يقدر يتزوج بيا اي واحد وفي اي لحظه. قال لي شوفي زينب انا غادي نجي نخطبك في الشهر
6 جا عطلة في داك الشهر وتلاقينا وبديت نوجد وانا باغا نطير من الفرحة. جا هضر مع دارنا وانا دوك الايام خرج من الخدمة حيت كان خاصني نوجد راسي. كنا فرحانين ودرنا من بعد 6 شهور نديرو العقد. مشى فحالو ودار معايا واحد الشهر الفلاني مشى فحالو ومشيت قلبت على خدمة واحدة اخرى وبديت كنجمع منها. دوك شهور كيدوزو وانا في قمة الفرحة ديالي وكنفكر كيفاش غادي نكمل مع توفيق حياتي. كندوي مكالمات وفي هاد المدة اللي كان هو بعيد عليا وكان خاطبني تأكدت بلي انه صافي هو راجلي. كان تيطلب مني تصاور اللي كانوا اباحيين وكنت نصيفطهم ليه. تصاور اللي ما نتجرأش نصيفطهم داك الزوج اللي غادي ينوض يدير بيا العقد. كنا كنديروا مكالمات اللي كانوا مخلين للحياة. جا شهر الموعود اللي خصو يجي فيه باش انا نديروا العقد. واخيرا وانا كنت خدامه قال لي زينب مرتاحه معايا؟ اييه. اذا تفرقنا غادي تكوني مرتاحه واش تقدري تدمري؟ ولا توفيق شحال الكلام كتقول؟ ما تبقاش جبد لي هاد الهضره راك عارف ما تنحملهاش. انا معاك حتى الموت. شي ايام من بعد كنت خارجه من الخدمه دخلت للدار ولقيتو كاتب لي ميساج طويل فيه تيقول لي ما نقدرش نكمل معاك امي راه ما بغاتكش وغير سمحي لي بنت الناس هادشي اللي خسر عليا. بما انه اختو كانت عارفه بالعلاقه ديالنا يعني اكثر من 3 سنين وحنا في علاقه كانت كدوي معايا وهي كنبقى في هالحال علاش غادي نتفارقوا. وانا تندوي معاها تنقول لها واختي راني عمرني ما عرفت شي واحد قبل منه علاش ما تقبلونيش؟ كنهضر بواحد الشهقه ديال اللي بكا ربي اللي كان على النبي. قالت لي اختي زينب سمحي لينا انا راه ما في يدي والو راه الوالده ديالي اللي تلاقات بواحد السيده وقالت لي راكم نتوما ما مزيانينش. تقبلت الامر وسديت التليفون ديالي وبقيت كنبكي وكنشهق. صفت ليه فوكال كنقول ليه عافاك راني عسيت ربي غير باش نرضيك انت ما تخلينيش في نص الطريق. اذا والديك ما بغاوش يلا نهربوا لشي بلاصه. لا عافاك زينب انا ما نقدرش نكمل معاك. بلوكاني وبلوكا حتى ماما. في ديك الساعه حطيت التليفون وبقيت تنبكي حتى بديت كنرجع اعزكم الله وراسي كان غادي تفرقع عليا بالبكا. هادشي كله واقع وماما فرصه حتى شي حاجه. من بعد خرجت لعند دارنا وعيني مفوخين بزاف ربي اللي عان بيا وبقلبي شنو صرا فيه. سولتني ماما مالك زين؟ قلت لها راه خلاني توفيق غير باش نكونوا مفاهمين على واحد النقطه بلي انه ماما هي وبابا كانوا مزوجين عن حب امها كانت وقفات لهم في الطريق فكانت دازت عليها يعني هما بزوج تيحسوا بالانسان اذا كان تيبغي الاخر. ماما فاش عرفتني مدمره مسكينه تضرات اكثر حيتاش ما كانش كتستحمل تشوفني نبكي ولا نكون حزينه. دازت عليا واحد 3 شهور فيها تنطلع للسطح بالليل وتنبكي والديا خلاو لي ديك المسافه حيت عرفوني مدمره بزاف. دوزت مده تنقول اذا تزوجت نقدر ننساه حتى شهر 9 جا عندي واحد السيد اللي كنت تعرفت عليه في الفيسبوك وقال لي بغيت كلمه معقول. قلت ليه صافي واخا ما عمنيش واش زوين ولا خايب واش عنده الفلوس ولا لا غادي يجي عندنا للدار عمرو طلب مني يشوفني ولا نديرو كاميرا ولا نصيفط ليه حتى تصاور. بغاني وجا ليا نيشان للدار خطبني وانا كنت نقول نقدر نولفو ولكن والو ما قدرش عقلي غايب عليا وتبقى غير ساكته. تيسولني مالك ساكته زينب؟ لا والو. 3 اللي جاو خطبوني وما كنتش كنلقى معاهم راحتي وانا مازال متعلقه بتوفيق اللي ما كانش مسوق ليا. واحد النهار غادي ندخل الفيسبوك وغادي نلقى بلي توفيق مديبلوكيني والله على راحه ومصيفط ليا السلام عافاك نمرتك ندوي معاك. عطيتها ليه السيد تيبكي وتيقول لي عمرني ما غلطت كيف هاد الغلطه اللي درت وراني ندمان حيتاش خليتك. دازت سيمانه فيها كنت كنهضر معاه كل نهار وحسيت بلي انه فعلا ندمان. بقيت معاه في تواصل رجعنا لايامنا الاولى للصوالح الخايبه واخا سمح فيا ما تعلمتش من الاخطاء. مازال كنصيفط ليه التصاور ومازال كنهضر معاه واخا خلاني وما عقلش عليا انا مازال معاه في الحرام. قال لي شوفي واش والديك يبغيو نرجع نخطبك؟ جربت انني نجر الماما لسانها بشويه ولكن رفضات. قالت لي اللي دوز علينا داك توفيق ما ساهلش وقت ما غادي نشوفو غادي نتفكر شنو دار ليك. اذا بغيتي انت مرحبا ولكن غير باش تكوني عارفه انا راه ما راضياش عليه فمن الاحسن انك تشوفي اللي يليق بيك. اللي يسمح فيك في الاول سهوله غادي يسمح فيك المره الثانيه والثالثه. بدا تيقول لي راسي صافي خديه ولكن اذا خديتو غادي نخالف دارنا. بقيت كنشوف ولقيت الحل الوحيد هو دارهم ما غاديش يكونوا راضيين عليا. كيف الاول ما بغاونيش حتى دابا راه ما غاديش يبغيوني. واخا هكاك بقيت نهضر معاه وبقيت على علاقه به. بديت نفكر تنقول خليني ندوي معاه غير باش نبدا ننساه ونقطع معاه الهضره تدريجيا منها غادي يبرد لي قلبي من جهته. فبديت كنهضر معاه وفي نفس الوقت كنت ندوي في السيت نتاع الزواج. هنا غادي نتعرف على واحد السيد اللي غادي يجي يخطبني من دارنا لدرجه انه نهار خطوبتي كنت مازال كنهضر مع توفيق. هاد توفيق لاي حاجه طلبتها كان كيحضرها ليا باقي كيبغيني بزاف وندمان على شنو دار وانا كذلك. وانا مخطوبه تنقول غير نعقد مع السيد اللي خطبني غادي نقطع مع توفيق. نهار درت العقد قلت صافي غادي نميك عليه ونقول صافي غادي نقطع معاه ولكن ما قدرتش نتحكم في هذا الشعور.
اذا انا اليوم قطعت معاه كدوز يومين كنعاود نرجع ندوي ليه. تيبقى فيا السيد اللي عقدت معاه حيت غادي معايا بنيتو، عمرني ما هزيت ليه التليفون ديالو ولقيت فيها شي حاجه خايبه. كيخرجني كيساريني ما مقصرش من جهده، حن عليا واللي بغيتها لاقيها، ولكن القلب اللي بغيه راهو مع واحد اخر. انا عايشه معذبه بزاف، الجسد ديالي مع انسان اللي هو راجلي، ولكن عقلي وقلبي مع انسان واحد اخر كنقدرش ننساه ولا حتى نقطع معاه. يمكن واش حيت عمر لي داك الفراغ اللي كان عندي ديال الفلوس والحوايج، بنيت عليه احلام واهداف. شفتي فاش كتكونوا عطشانين بزاف وواكحين من الماء وكتبان لكم واحد العوينه، يقدر داك الماء ما صالحش للشرب، ولكن تتقولي انا غادي نشرب منها غير جغيمه باش نحيد داك العطش. كتولي كتشربي الجغمه الاولى كتعجبك وكتبقي كتزيدي جغمه بجغمه وكتقولي هذه هي الاخرى ما نبقاش نزيد، ولكن ما كتحسيش براسك حتى كتلقاي نفسك في ديك الدوامه ديال كتشربي وتعطشي وتشربي. هادشي اللي واقع ليا، كنت مقصحه بزاف في الماضي ديالي، تنقول اجي نشد من عنده الفلوس وغير هاد المره، ومن بعد صافي كنحتاج من جديد وكيعاود يعطيني. انا اليوم كنعاني بزاف حيتاش حنا كنبغيو بعضنا وانا مزوجه، مازال ما رحت لعند راجلي حتى ندير العرس، ولكن خايفه لا نروح ويحصلني بلي انني باقا بعلاقه مع توفيق ويكره كاع البنات بسببي، بسبب الثقه اللي هو داير فيا. خفت لا نعقدو لا نظلمو ولا نخرج عليه. انا صرحت توفيق وخرجت معاه وضحكنا وعطاني الفلوس وقلت ليه بلي راني مزوجه دابا، ولكن ما قال لي حتى شي حاجه. انا ما كرهتكمش تشجعوني تقولوا لي شي كلام شي نصيحه، انا عارفاكم بلي انكم تقدروا تكلموا معايا سلبيه في التعاليق حيت عارفه الاذى انت شنو تندير، ولكن بغيت نسمع كلام اللي يقصحني واللي يضرني واللي يشجعني على انني نجمع راسي وبلي الطريق اللي غادا فيها ما مخرجاني في حتى حاجه. هذه هي كانت حكايتي، هذه هي كانت حكايه زينب للاسف. وباش نكون معكم صريحه يا متابعين يا كرام، واعتذر على هذا الكلام واللي غادي يكون موجه مباشره لزينب، هذه اول حكايه من 100 حكايه من اللي دازوا غادي تستفزني. انا في هذه الفقره غادي نكون معك صريحه جد جد صريحه ولكن قاصحه، وما دراش مني قلت الصواب، ولكن محبه مني لك، اذا كنتي قابله انه يتفلى عليك هاد خينا ويشرك فلوسه، عافاك ما تخليش شخص واحد اخر انه يكون ضحيه قله الوعي ديالك. وغير باش نكونوا واضحين، واش انت تقبلي على نفسك هاد الشيء؟ قلبي الادوار وشوفي واش انتيا تقبلي على انه واحد تيقى فيه دير هادشي من موراك. المشكل العويص هو انك عارفه بلي هادشي راه خطا وحرام وبلي لا حتى الشريعه ما قبلاش عليه، حيت يسمى بالخيانه الزوجيه. واخا مازال ما رحتيش عند راجلك ولكن عاقده معاه، كيف يعقل انه تعطيك خاطرك تخوني انسان كيتيق فيك ونوى انه يبني حياته معاك؟ انا شخصيا اعتذر ولكن ما تنامنش بكلمه ما نقدرش نتخلى عليه او لا ما نقدرش ننساه. شو درتي اصلا باش انك تنسيه؟ ما يمكنش تنسي هذا الشخص في نهار يومين في شهر في حتى شهرين. اذا بغينا ننساو واحد الانسان اللي هو ادانا وما تيسواش وما عطيناش قيمه، تنحبوا نفوسنا وتنكونوا انانيين معاه. اذا بغينا نساو شي حد ما كنمشيوش نشوفو واحد اخر باش انه يمشي يعمر لينا ديك البلاصه واحده اخرى، لا تنداويو ديك البلاصه تنتصالحو معها عاد كنجيو نحطو شي حاجه واحده اخرى. هذا اكبر غلط. اذا كنتي انت راضيه باللي انه هاد التوفيق يتفلى عليك، تلقى هاد الزوج اللي داير فيك الثقه وناوي معاك المعقول، لانك باقا صغيره وما عارفاش المسؤوليه اللي انت وسط منها. الزواج ميثاق غليظ اللي ما قدرش عليه ما يدخلش ليه حتى يستعد استعداد تام. دوك الاولاد اللي غادي يجيو كيفاش غادي يكونوا؟ علاقتك مع هاد السيد كيفاش غادي تكون؟ انت مع نفسك كيفاش غادي تكوني؟ هذا كان رايي، ما كرهتكمش يا متابعين يا كرام، تخليو وبشده التعليق ديالكم لزينب، لانها ضروري انها توقد من هاد الكارثه اللي هي دايره. اما نصيحتي لكل مراهقه او لكل وحده بغى يكون عندها خليل ولا حبيب، ما تنسوش الفخ اللي كيطيحوا فيه معظم مراهقات البنات الراشدات ايا كان، كيطيحوا في الفخ نتاع انا كنبغيك انا ما نقدرش نصبر انت هي كلشي. ثلاثه ديال الكلمات كيطيحوك في الفخ، اللي يقول لك انا ما قادش نصبر اعزكم الله سمحوا لي ولكن هذا حيوان، واللي يقول لك انت هي كلشي وكنبغيك الجواب ديالها كي يختصر في حاجه وحده، ما يقدرش يمد يدي عليك تيسني عليك بسنه الله ورسوله. اما القضيه اللي كنتي كتقولي مع راسك انه النيه هي كلشي، بزاف شتي ديال الاغلاط وكيصبر راسو بهاد النيه هي كلشي، هذا راه سميتو الطنز، لانك كتوهمي راسك بلي انه داك الانسان غادي يجي وراه راجلي الى ما اخره هو حتى شي حاجه من هاد الامور، لانه ما قادش ولانه ما راجلش. زينب فيق اليوم وحلي عينيك ودنيك مزيان اليوم وجمعي راسك باش غدا ما تجيش وتقولي تفلى عليا ودار ليا، حيتاش انتي اللي عطيه الفرصه انه يتفلى عليك، انت اللي ما عزاش راسك وانت اللي حليتي لي الابواب من جميع البلايص باش انه يدخل المساحه ديالك
وما يحترمهاش. هذه كانت حلقتنا الليله، كنتمنى انه كل من سمعها يستفد منها، واذا كتبان لك انها عبره وكيبان لك بانه الحكايه للاستفاده وغادي توقد بنيسه المستقبل فعافاكم. ما تنسوش انكم تشاركوا هذا البرنامج مع المحيط ديالكم، احبابكم، العائله ديالكم، اخوات ديالكم، صديقات ديالكم، لانه هكا كننبهوا وكنفيقوا الناس اللي قدروا يطيحوا في هذه الاخلاط. فدمتم في رعايه الله وحفظه، ما تبخلوش علي بانكم تضغطوا على زر الاعجاب، ابسط حاجه تقدروا ديروها على قبلي. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.